حصلت لك في حياتك مشكلة حصلت لك في حياتك خلتك تبعد عن مصر لمدة سنة. طبعا ودي الأول مرة في حياتك. طب رحت كوزموس الأمريكي ما قدرتش تستحمل 8 شهور. ايه؟ قعدت 8 شهور. 8 شهور ورجعت وقلت ان انا عندك الهوم سيكنس او مرض الغربة. السنة اللي فاتت دي اللي انت قضيتها بعيد عن بلدك كانت بالنسبة لك ايه؟ يعني حلم. يعني انا بكلمك كلام واقعي يعني حلم بالنسبة لي. كنت يعني قول لي مشاعرك، كنت تعمل ايه في البيت، كنت قاعد ازاي، تنقلت من فين لفين، يعني قول لنا ايه كنت ايه اللي بيحصل. ظروف كده عائليه بيني وبين مراتي وسافرت، رحت بيروت وبعدين رحت لندن وبعدين رحت ابو ظبي وبعدين رجعت تاني بيروت. يعني موضوع مش ظريف، موضوع يعني عارف عائلي جدا، يعني موضوع عائلي جدا. يعني بص يا كابتن، الموضوع العائلي ده ماليش علاقه بيه، انا بتكلم على احساسك وانت في الغربه او احساسك وانت بعيد عن بلدك وانت متعود ان انت بيقول لك ما بيعديش اسبوع الا بتقعد في الكلوجن بقى عن الموضوع ده. خلاص الكلام انا مت لمده سنه. انت مت لمده سنه بجد يا كابتن والله، رغم ان مصر فيها مشاكل ورغم ان مصر فيها، مت لمده سنه من 31/12 لغايه 13/12/2015، من 31/12/2014 لغايه 13/12/2015 يوم رجوعك. طب قول لي احساسك وانت داخل المطار بقى مصر، ودخلت طلعت بره، ركبت المطار وركبت عربيتك وطلعت. لا انا بص بقى، اكتر حاجه ريحتني، بص، اول ما نزلت من الطياره وانا في الطياره كنت جاي من بيروت. وانا في الطياره كنت جاي من ابو ظبي على بيروت على مصر. وانا في الطياره قد ايه الناس يعني شايلاني بقى، يعني الناس مرحبه بيا وركاب. دي اول حاجه. لما نزلت مصر الناس عارف وحشتهم بقى، هم وحشوني وكلهم بيسلموا عليا وبيسوني وكده. يعني خرجت على طول. كنت بتشوف ولادك كابتن؟ بيقولي بيقولك احمد وسيف وجينا. جولك في السنه دي؟ جولي في لندن، في بيروت. جولي بيروت. طبعا ولادي بيوحشوني كده، فكانوا بيقولي السنه دي برضك الغربه او الظروف، ممكن بتلاقي حد كويس وجدع وبتلاقي واحد وحش. يعني علمتك يعني؟ طبعا وريتك ناس كتير. طبعا يمكن انا طريقتي حتى في الاداء في الحياه اتغيرت. يعني بقيت هادي شويه على الاول فعلا. انت عارف ان في واحد لسه مقابلني النهارده، والله العظيم يا كابتن، بيقول هو كابتن فاروق بماله كده بقى بيطلع الشاشه هادي. بقيت هادي. يعني خلي بقى، انا بقول لك واحد، انا بقول لك ما بعدت عن مصر، مت سنه. فالسنه دي فرقه معايا، يعني لما كل ما بفتكر ان انا بقوم الصبح من النوم مش عارف ايه اللي هيحصل، ما عنديش حاجه اعملها، دماغي كلها مصر، فيها ايه مصر، مش عارف ايه، وقاعد انا اي حد بيجيب سيره مصر بزعل، حد مش عارف ايه. كنت بتفرج على القنوات كلها؟ كل القنوات. كانت حياتك قاعد تشوف مصر من خلال التلفزيون. بالظبط كده. ورحت جبت، كنت بتزعل شويه من الاعلاميين او حاجه كابتن؟ لا والله، في اعلاميين كانوا معايا رجاله. وطبعا رجاله يعني. يعني واللي كان راجل معايا جدا 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 يعني بصراحه، يعني وائل ابراشي. وائل ابراشي كان معايا راجل جدا جدا. يعني كان بيسال عليا وكلمني وطمن عليا، مش عايز مني حاجه يعني. انه وائل اهلاوي جدا، خد بالك. لا ده عمر، ده انا بهزر. انا بهزر مع بعض. بص انا مصاحب واحد. صاحبي ده انا بقى اللي بصاحب. يبقى هيقول لك مغرور ومش مغرور، لا انا اللي بصاحب. اللي بصاحبه ده يبقى ليه مواصفات تمشي معايا، يعني تمشي معايا. انا مش ما اعرفش النفاق، ما اعرفش اميز، ما اعرف الكلام ده، ماليش فيه. انا بلاقي واحد جدع بحس ان هو جدع. ففي ناس كان مواقف معايا كويسه جدا، وناس كلت معايا عيش وملح ولعبت معاها وبتاع، ما سالوش ما حدش ماسك فيا. يعني طيب نبتدي.